نحط تايتل اي شيء. هذا ويليام. نيكست. سكيماتيك. نيكست. فينيشت. حلو. بداية بخلي الشاشة بيضاء. نروح عند اوبشن هني، نخلي هذا ابيض الثاني اسود. تمام. زين، انا راح احل السؤال اللي توتوريال 1 موجود بالاوراق. طبعا في فرق بين هالسؤال والامتحان. بالامتحان مثل ما تشوفون في ريزرفوار وجنكشن 1 و 2 و 3 و 4 وفي بايبات بينهم. بالامتحان جايب معاهم بومب. حلو. بهالمثال اللي صاير ان البومب راح نضيفه بعد ما نسوي المثال هذا، يعني نسوي المثال نطلع ريزلتس بعدين نحط البومب ونكمل على المثال. بس بالامتحان لا، نحط الريزرفوار مع البومب مع الجنكشن ونطلع الاوتبوت والانبوت مع بعض، يعني حيل بسيط اللي بامتحان. هني لا، شوي لف ودوران. حلو. فالحين راح اطبق انا عليه اللي هو توتوريال 1 كريتنج ا واتر سبلاي نتورك. في البداية عشان نرسم، راح ارسم الشكل انا الحين. نطق هالعلامة، نحط ريزرفوار بداية، جنكشن 1. حلو. نحط 2 3، هني 4، وهني مو مشكلة، يعني مو الأساسية ده، بس انه خلوه مقارب حق الشكل اللي موجود عندكم. حلو. دير بالكم هني ايش راح يصير عندنا؟ عندنا ال عندي هني P1، هني موجود هني P5، فلازم نعدل الأسامي. شلون؟ دبل كليك ونعدل الأسامي. هذا P5، P1، P2، P3، الجنكشن والله مسليم، الريزرفوار ما كله واحد. بس عدل الأسامي. و طبعا في جدول تحت. حلو. قبل ما نبلش بالسؤال نحط الجداول تحت. عندي البايب ريبورت وعندي الجنكشن ريبورت. حلو. البايب ريبورت راح نروح لهني بهالعلامة هذي، بايب ريبورت. راح نشوف بس على طول ندخل اللينكث والديامتر. الماتيريال نفسه راح يكون هازي ويليام نفسه. حلو. فبس ندخلهم راح يطلع لي ال، يعني ادخل الانبوت هذا مال الجنكشن مال البايبس، وادخل مال الجنكشن اللي هو هني جنكشن ريبورتس. راح ادخل الاليفيشن والزون والتايب والبيس فلو. البيس فلو دبراكم لازم يكون باي وحده؟ بالجي بي ام. اطق عليه كليك يمين، ادور الجي بي ام، هذا هو. طيب اوكي، واحط القيم ملوتي عادي. حلو. بعد ما عدلت المسميات ودخلت الجدولين اللي هما البايب ريبورت والجنكشن ريبورت، راح تشوفون البايب ريبورت راح يكون كذي مثل ما اعطيت عندكم 50 250 600 260 760. دخلولهم باللينث والديامتر وبس. وتأكدوا هذا بالنسبة للبي الجنكشن، بس تأكدوا ان بالجنكشن هني يكون بالجي بي ام. وينه كهو، ان البيس فلو يكون بالجي بي ام لما تدخلون القيم. حلو. الحين راح اسوي جو عليه، اسوي عليه رن. هني جو راح يكون بس مرة ثانية جو ستيدي ستيت. حلو. وجو. تمام. بعدين راح ندش مرة ثانية على الريبورت نفسه، نروح جنكشن. شنو ضاف عندي؟ ضاف عندي البريشر والكالكوليتد هيدروليك جريد. حلو. بالنسبة حق الجنكشن طبعا اي قيمة تبونها مو موجودة، يعني طلبها منكم دكتور بالامتحان او ايا كان، تقدرون تسوون. بس خليني اوريكم البايب ريبورت بعد. بالسؤال طالب مني which pipe has the lowest discharge، فراح اروح حق هني الاربعين هذي اللي هي P3. ما لكم شغل بالاشارة، يعني P3 هي has the lowest discharge. البايب 3 اما الفيلوسيتي راح يكون 1.49 اللي هو الهايست حق البي 4. حلو. هذا اجابة A و B. لا تحطون البومب بس لان الرسم ما فيها بومب بالبداية، فالبومب يكون عقب. حلو. انزين مرة ثانية، اي مثل ما كنت اقول ان لازم نحط القيم الموجودة عندي بالجدول. فنروح على علامة التيبل، نروح تيبل مانجمنت واديت. حلو. اي قيمة تبونها راح تكون موجودة هني.
اللي ما راح يكون موجود عندكم هو الفيلوسيتي حق البايب. حلو، راح تلقونها تحت عند حرف الفي، تحددون عليها وتطقون اد. راح تكون معاكم هني، انا ضفتها على اليمين هني وخليتها فوق، لاهي تقدرون تسحبونها تودونها فوق وتحت، راح تكون على حسب موجودة بالجدول يسار او يمين. حلو، كما تودونها فوق تروح يسار اكثر. بس هذا بالنسبة حق التيبل مانجمنت والريبورت. احنا جاوبنا على A و B. زين، بالبرنامج هذا دائما السرعات اللي وين فوق فوق الواحد، يعني بالبايبس راح تشوفون عندي 1.49 حق البايب 4. هو الدكتور راح يقول لكم اذا كان فوق الواحد قللوه، هذا اذا طلب منكم، اذا ما طلب منكم عادي. حلو، بس قال لنا ان هني ان ازيد الدايمتر مال البايب اللي عنده هايز فيلوسيتي. فاروح عند البي 4 انا، حلو، دايمتر ماله مثلا خليه 150، دبل كليك عادي عليه، نسوي جو مره ثانيه على ستيدي ستيت ونشيك على البايب ريبورت. راح نشوف ان البي 4 فيلوسيتي جم 0.79، فقلت، كانت 1.49 او اي اعتقد 1.49 كانت. فبس هذا المطلوب، يعني بالامتحان ما يجي كذي، بالامتحان بالضبط بالضبط راح يكون جدولين. حلو، تدخلونهم ويطلب منكم مثلا فيلوسيتي، او يطلب منكم مثل ما قلت مساء الديسشارج او بريشر او اي شيء يجي منكم. بس تاكدوا من الوحده اللي يبيها، مرات تحط لكم جدول فاضي يقول لكم عبوا، فتدخلون اللينكس والدايمتر وال هني اول شيء قبل ما يصير الجو. طبعا الاصفر هذا كله معناته نتيجه الرن اللي سويته، فممكن يطلب منكم اي شيء من هذول بالامتحان وبالوحده اللي يبيها. يعني بالامتحان جاب لنا اعتقد يبي بريشر بايب وكان بوحده ثانيه، بس خلت اتاكد. اي بالامتحان اللي يعني سوى، حطينا كل الانبوت اللي هما الجدولين، بعدين قال يبي مني البريشر بس مو بالوحده هذه، قال يبيها بالبارز هذه، فتحطها تطق اوكي يطلع لك القيم، وتحط القيم هذه داخل جدول، يعني بس تحط الانبوت وتاخذ الاوتبوت. هذا الامتحان بالضبط، يعني وايد سهل. بس الامتحان يعني جت لهم رسمه ثانيه فيها هني بامب، الحين راح اضيفها ونشوف. يعني البامب لا بروبرتي معين بعد، الحين راح اضيف البامب وراح تتغير بعض الشغلات عندي. فنروح على هالاداه، طق لك يمين بامب، نحط الزائد بالنص هني، نقول له اوكي. ساعات يفصل معاك البامب فتطق على كليك يمين ريفرس يدور وياك. هني ايش راح يصير عندي؟ راح تصير عندي مشكله. المشكله ان هالبايب الحين كان طوله 760، لما حطيتها بالنص تقريبا كل واحدة صار لها طول معين 360 و400، تقاسمه 760. بس هذا غلط، لازم المسافة اللي انت الأساسية مالتك تكون بين البامب والجنكشن. حلو، وتكون مسافة صغيرة جدا من الريزرفوار والبامب. فهني راح احطها نص، تمام، وهذه راح تكون نفس القديمة 760. ماشي، طبعا المسافة بين الريزرفوار والبومب ممكن تكون نص واحد او بوينت ون عادي، بس هذه تكون المسافة اللي معطيك اياها من قبل. حلو، الحين البومب لا بروبرتي معين حق الووتر كاد، راح يكون ديزاين. انزين، هني راح يكون ديزاين بوينت ون، وراح اعبي مكانين الديزاين والديسشارج. حلو، بس تأكدوا من النوع اللي يبيه الدكتور هني. بس انا هني راح احط مثل ما هو سوى، راح يكون ديزاين بوينت 1 وعندي قيمتين ادخلهم، هو الديزاين حق الهيد والديسشارج. حلو، القيمتين هذولي يعني مو من عندي، الديسشارج هو راح يكون مجموع الجنكشن، معناته راح اروح جنكشن ريبورت البيس فلو مال الجنكشن اللي هو هذا، راح يطلع تقريبا 614 جي بي ام. حلو، تقدرون تتبلونه مرتين او اربع مرات على حسب الدكتور شنو يطلب منكم. بس هذا ما راح يكون بالامتحان، بالامتحان يعطيكم القيمة ذاهبة، يعني يعطيكم القيمة هذه ذاهبة، يعني الجدول هذا يعطيكم اياه يقول لكم دخلوا حطوا البامب تايب
والديزاين والديسشارج والماكسيمم اذا يمكم او لا، على حسب الديزاين مال البايب او التايب. حلو، فانا هني راح ادخل الديسشارج 614. حلو، ويعطيك من الامتحان على اللي يبيه، على النتيجة اللي يبيها. الديزاين هيد يعتمد على التانك، فما راح اجيس الحين، لازم اضيف تانك اول شيء. حلو، التانك دائما ينضاف عند الجنكشن اللي لها بيس فلو عالي، مثل الجنكشن 2 174. فمعناته ان انا راح احط تانك هني. طبعا هم بالامتحان ما راح يطلب منكم هالشيء، راح يعطيكم مرات ما فيها تانك وفيها بامب وكل شيء، وانتم بس تدخلون القيم وتطلعون الاوتبوت، بس تعرفون تطلعون الاوتبوت مثل ما سوينا مساء. حلو، راح احط تانك هالشكل عادي. حلو، وهم اذا يبي منكم شيء من التانك مثل تغيرون الكواليتي او اي شيء هو يقول لكم، بس غالبا راح يشتغل على السكشن هني، هني الشغل كله حق التانك غالبا. الجنرال يمكن يلعب بالاليفيشن، يمكن يغيره يمكن لا. زي الحين راح اعدل السكشن مال التانك، راح احط ليفل. حلو، الماكسيمم راح يكون جيفن هذا كله، بحط انا 28، والانيشال مثلا هم 28، واحط المينيموم كم 25. حلو، زين، بس انتبهوا ان هالقيم هم راح يحددون لي الديزاين ديسشارج او ديزاين هيد مال البومب، المساحه خليته فاضي. حلو، هني شنو المشكله عندي؟ لازم التوتال اكتف فوليوم تساوي قيمه معينه، يعني ما تكون راندوم. حلو، بهالمثال هذا انا شنو راح اسوي؟ راح اقول ان انا عندي توتال بيس فلو مال جنكشن 614. حلو، فانا عندي 614 جالون بير مينت، راح احولها يعني راح اطلع رقم ثاني حق الجالونز، زين، اساس يساعدني هني حق التوتال اكتف فوليوم لازم يساوي. حلو، فشلون احوله حق جالون بير دي؟ 614 ضرب 24 ضرب 60. حلو، يطلع تقريبا 884,000، تقريبا 900,000. حلو، فلازم التوتال اكتف فوليوم يكون 900,000 تقريبا. حلو، فلازم اغير الدايمتر لين يتعدل معاي التوتال اكتف فوليوم. تمام، الحين نغير القيمه هذه، خليها مثلا 20، صارت يتغير توتال اكتف فوليوم 27، يطلع 450,000. هالنقطه اتاكد منها من الدكتور، هل يبيها نص 900,000؟ هي تقريبا طلعت 900,000 لما طلعنا 614 ضرب 24 ضرب 60، طلع تقريبا 900,000. فيقولوا له هل تبيها بالنص ولا تبيها تساويها؟ طبعا هالشيء هم راح يكون بالامتحان، راح يعطيكم جيفنز وبس خلاص، يعني ما راح يعطيكم دايمتر، يعطيكم الانيشيال بالليفلز. حلو، والبيس يمكن يعطيكم او لا، وبس خلاص، يعني ما راح تشوفون الرقم هذا، ما راح تلاحظون انه يفرق وياكم، لان اوريدي معطيكم جيفنز هو. بس بهالمثال هذا يعني ما ادري اذا هو يبي نص 900,000 ولا 900,000 اللي هي اللي طلعناها من البيس فلو مال الجنكشن، يعني 614 طلعنا منه 900,000 تقريبا. حلو، هل يبي مقسوم على اثنين او لا؟ بس هذا هني انا راح اعتبره مقسوم على اثنين. حلو، طبعا يعني 453,000 قريب من ال 450,000، فبخليه كذي. وعندي الحين شنو المشكله؟ اعطانا جيفن هو بالتانك صح؟ الحين راح اروح عند البومب، راح اغير الديزاين، راح يكون اكبر من اعلى شيء بالتانك. حلو، كان كم اكثر شيء بالسكشن الماكسيمم 28، فخليته انا هني 30. تمام، الحين راح اسوي رن، طلع عندي اخضر. اوكي، طبعا بس اول مطلوبين كان صدق اسئله، الباجين كلهم كانوا تدريب اساس شلون احط بومب، شلون ادخل المعطيات، شلون اتعامل مع التانك، ادخل معطياته. مثلا اذا يبيك تعرف اكتف فوليوم شلون يتغير لازم تعرف شغلات كذي، بس انه هني وهذا مو سؤال، فقط تدريب توتوريال، بس اول اثنين كانوا سؤال. حلو، فكذي نكون خالصين التوتوريال الاول، راح نروح عند التوتوريال الثاني. حلو، التوتوريال الثاني راح يكون بالضبط يعني نفس المثال، يعني هو تطبيق على المثال، بس ندخل قيم ثانيه، يكون الجو او الران يكون على اكستند بيريد. تمام، راح تشوف التوتوريال الثاني راح يكون في جدول في اور مولتبلاير. شلون نبطل الجدول هذا؟ راح يكون بالاناليسز باترنز
تروحون عند اد، تحطون ليبل معين، تخلونه كونتينيوس، وتدخلون التايم والمالتي بلاير. حلو، راح يصير عندكم نفس هذا بالضبط كذي. تأكدوا عندي كم واحد، انا 24 ساعة اعتقد عدل، وتشوفون المالتي بلاير مالهم، تأكدوا منهم اساس تكون قيمكم مضبوطة. حلو، طالب مني بالسؤال 20 يوم، فأنا عندي بالساعات، فعشرين ضرب 24 480، هالرقم راح يكون وين؟ عند ال extend period بعد شوي. حلو، فراح أروح الحين. إي بس قبلها يعني لما سوينا ال pattern هذا لازم أضيف على الجنكشن. حلو، فأروح عند junction reports هذا ال patterns، نخليه على أي اسم أنت سويته. حلو، راح احط جو extend period 480 ساعة، water quality analysis age، واروح جو. الحين المفروض يطلع لي جراف، فاروح عند التانك ريبورت. حلو، بس بغيت اذكر شغله قبل ما ندش بالسؤال. بالسؤال مو مذكور عندي لما حطينا البومب، مو مذكور عندي شنو الدايمتر مال البايب هذا، قلنا طوله نص بس الدايمتر ماله ما عندي معظم ماله. حلو، ونفس الشيء حق التانك، التانك لازم يكون اكبر قيمة بايب عندي، تمام، يعني اكبر حجم دايمتر 250، هذا راح اقلله انا، خليه مثلا 100. حلو، هالشغلات تكون معطى بامتحان. حلو، بس انها توتوريال، ف يعني بس كتدريب. وهم قبل ما نطلع الجراف، في شغلة بالبومب لازم تسوونها، اللي هي البومب كنترول، ممكن يسألكم عليها، ان تدخلون المعطيات اللي هني. مثلا يقول لي انا بشغل البومب اذا كان التي 1 اقل من 25 متر، وبطفيه اذا كان التي 1 اكبر من 28. شلون تسوي اد؟ حلو، تروح عند النود، تحط تي 1، تحط above او below، او اي واحدة منهم. حلو، تدخل طبعا هذا المينيموم فاليو من التانك، ماكسيمم فاليو. حلو، تقدر اطفيه اذا كان اعلى من 28، واشغله اذا كان اقل من 25 بس. فتسوي اثنين، حلو، تسوي edit add مرتين، يطلع لك كذي هل الاوبشنين. حلو، الحين راح اشوف الجراف مال توتوريال 2. زين، راح اروح عند التانك ريبورت جراف كالكوليت ايج. اوكي، لا في شي غلط، راح اسوي مرة ثانية. انا في شي غيرته، بس هو نفس اللي عندكم الحين. راح عند التانك ريبورت، لا عند جراف، راح يطلع لكم جراف هالشكل. حلو، طبعا إجابة السؤال الأول راح يكون شنو؟ إن الأكثر قيمة هي الـ oldest water in the distribution system. حلو، فراح تكون شنو؟ عند الستة تقريبا. حلو، طبعا هالشيء هم راح يمتحن، بس إن ما يالنا الجدول هذا لأنه وايد طويل، وتغلط فيه يعني ممكن تغلط فيه، وما في partial credit، فيعني نادر نجيبه، او ما جاب لنا ولا حق اللي قبلنا. بس يكون خالصين من برنامج الووتر كاد. بس اهم شيء تعرفونه ان شلون ترسمون، تدخلون الانبوت والاوتبوت بالتيبلز. حلو، تغيرون القيم اللي تبونها، تضيفون قيم بالجدول، بتحطون الانبوت شلون تطلعون الاوتبوت، قيم البومب شلون تحطونها، التانك هو يعطيكم كل المعطيات تدخلونها، والاوتبوت وايد سهل يطلع. مشكورين.